ما ترى ما يحدث حولها. العلاقات الدبلوماسية ليست جيدة، النواحي العسكرية، الاقتصادية، الاتصالات الاجتماعية، قضية المياه والطاقة والتجارة، أضف إلى ذلك قضية أفغانستان وقضية القاعدة وقضية كشمير والهند وقضية الإرهاب. هذه قضايا لا يمكن أن تحل باستراتيجية واحدة ولا بهيلاري كلينتون أو على سبيل المثال مايكل مولن رئيس هيئة الأركان المشارك ولا روبرت جيتس. هذه تحتاج مفكرين وفلاسفة وعلماء اجتماع يستطيعوا أن ربما هذا يطرح جملة تساؤلات حول تركيبة الوفود يعني والبعد الأمني لهذه اللقاءات. دكتور كمال هلباوي الباحث في الشؤون الدولية من لندن، شكرا جزيلا لهذه المشاركة القيمة. دكتور جاسم تقي أعود إليك في إسلام أباد حول هذه النقطة، نقطة تشكيلة الوفد الرسمي الباكستاني الذي توجه إلى واشنطن. هل لديك تعليق ملاحظة شكلية على تشكيل الوفد يعني أمني بامتياز كما يقال؟ دكتور تقي. نعم معي تفضل. فيما يتعلق الموضوع بأزمة الثقة ما بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، طبعا الأزمة تكمن في اختلاف وجهات النظر بين المؤسسة العسكرية ومثيلتها الأمريكية وأجهزة المخابرات العسكرية الباكستانية وأجهزة المخابرات الأمريكية، لأنه توجد هناك تراشق السهم حول كل جهاز. الباكستان تتهم المخابرات الأمريكية بأنها تدعم بعض العناصر الانفصالية في باكستان وأنها تتعدى حدودها، وتتهم السفارة الأمريكية أيضا بأنها قامت بإرسال عدد كبير من كبار الشخصيات ذات الاقتبار في شركة بلاك ووتر الأمنية إلى باكستان تحت غطاء أنهم حرس أمني خاص للسفارة والمصالح الأمريكية. هذه هي أساس أزمة الثقة ما بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية. ومن هنا نرى تركيبة الوفد الباكستاني تركيبة غريبة في هذا الحوار، لأنه توجد الوفد الباكستاني المفروض أن يترأسه وزير الخارجية، ولكن إضافة إلى ذلك أرسل إلى كان الجيش الجنرال أشفاق كياني ورئيس المخابرات العسكرية الجنرال أحمد شجاع قاشع، وذلك لوجود خلافات أيضا ما بين الحكومة المدنية الباكستانية والجهاز العسكري والمؤسسة العسكرية المخابرات العسكرية، حيث ترى الأجهزة الأمنية والعسكرية الباكستانية بأن الحكومة المدنية قدمت مساعدات وقدمت الكثير من الامتيازات للولايات المتحدة الأمريكية بحيث تخرق سيادة الباكستان. ومن هنا فإن هذه التركيبة تهدف بالدرجة الأساسية إلى إزالة هذه المخاوف. طيب دكتور تقي، يعني في نفس السياق، يعني هناك سؤال طرح كثيرا في الأيام الماضية، من يرأس الوفد الباكستاني إلى المباحثات في واشنطن؟ من هو الرئيس الفعلي لهذا الوفد؟ هل هو وزير الخارجية أم قائد الجيش؟ لا طبعا قائد الجيش دون أي نقاش. قائد الجيش هو اللاعب الأساسي، والمؤسسة العسكرية هي المؤسسة الرئيسية في باكستان. أما بالنسبة لوزير الخارجية وحتى رئيس الوزراء أو رئيس الدولة الباكستانية هي عبارة عن آلات وعبارة عن واجهة، أما المؤسسة صاحبة القرار السيادي في باكستان سواء كان سياسي أو العسكري هي المؤسسة العسكرية برئاسة رئيس أركان الجيش الجنرال أشفاق كياني. أنتقل إلى نيويورك، معنا الناشط في الحزب الديمقراطي الدكتور مهدي العفيفي. دكتور عفيفي أهلا وسهلا بك. دكتور مهدي العفيفي،
إلى أن يتم التواصل مع نيويورك أعود إلى دمشق. سيد شفقت شيرازي، كنا نتحدث مع دكتور تقي عن تركيبة الوفد ورئاسة الوفد، يعني يبدو أن هناك إجماع على أن من يرأس الوفد الباكستاني اليوم إلى واشنطن ويقود الحوار هذا الأمر من وجهة نظرك. نحن رأينا الساحة الباكستانية منذ 10 القليلة الماضية عندما قدم جون كيري مشروعه لدعم الاقتصاد الباكستاني وحصل خلاف بين المؤسسة العسكرية والحكومة السياسية في داخل الأراضي الباكستانية، وكان هناك خلافات حاد بين قيادة الجيش وبين الحكومة السياسية الباكستانية. فهذه المرة الحكومة الباكستانية لا تريد أن ترتكب نفس الأخطاء، لأجل ذلك أرادت أن يكون هناك جلسات مكثفة بينهم. هناك جلسات قد أقيمت في الباكستان مع رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، مع قيادة الجيش، والآن هم خرجوا بموقف واحد وموحد. وأيضا جنرال كياني لديه لقاءات خاصة مع القادة العسكريين في بنتاغون، وهناك لقاءات قد رأيناها، فهناك لعل يكون أكثر من أهداف من هذه الزيارة، لا يكون فقط هذه الجلسة التي نرى على الواجهة. لأن الوضع المنطقة خطيرة بهذه المرة، وباكستان أيضا اليوم تمر من أزمة اقتصادية حادة. عندنا مشكلة الكهرباء اليوم، أكثر من 10 أو 15 ساعة تنقطع الكهرباء في الدولة النووية الباكستانية، ولأن تم جفاف في أنهار الباكستانية وطرق أخذ الطاقة الكهربائية كان هو مادة المياه. والدولة الهندية قد جعلت بعض السدود على طرق المياه. هناك مشاكل أخرى في داخل باكستان، هناك أزمة الغلاء، هناك أيضا أزمة البنزين، هناك مشاكل أخرى في داخل باكستان، وهناك أيضا الشعب الباكستاني قد استعد، واليوم لا تريد أن يكون أي تعامل مع الإدارة الأمريكية والهجمات الأمريكية في عمق الأراضي الباكستانية ودور الأمريكي السلبي على مر التاريخ وتعامله مع باكستان وعدم وفاء بأي عهود الذي عهدوا بالماضي. فكأن الولايات المتحدة هذه المرة تريد أن تبني مثل كما يقولون بناء الثقة المتبادلة بين الطرفين، لأن كان هناك شكوك دائما ترافق مع هذه العلاقة، لأجل ذلك العلاقة لم يكن مبنية على الثقة. سيد شيرازي، يعني الباكستانيون يطالبون بمليارات والولايات المتحدة تتحدث فقط عن مليارين، حتى موضوع الكهرباء تشير إلى الطاقة النووية للأغراض السلمية لأغراض الكهرباء. هيلاري كلينتون كانت واضحة أن القضية تحتاج إلى عقود وسنوات من الحوار الاستراتيجي، يعني هذه النقطة مرفوضة، ليس كذلك؟ لا، الآن نرى بأن باكستان قدمت فاتورة باهظة في مجال الحرب على الإرهاب، لعل الولايات المتحدة لم تقدم مثل هذه الفاتورة، لأن اقتصاد الباكستاني تدمر، أسواق الباكستانية تدمرت، بيوت الباكستانيين تدمرت، وباكستان أم تحترق بسبب سياسات الولايات المتحدة وإشعال الحروب في هذه المنطقة. ومن خسر اقتصاديا في هذا الحرب أكثر شيء هو الباكستان، هي الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني هم خسروا، وخسائرهم باهظة. هذه المساعدة كما يقولون لا يشكلون شيئا. دكتور جاسم تقي، هل تعتقد أن اتفاقا شبيها باتفاق الهند عام 2008 قد يوقع فعلا مع باكستان، يعني في المدى المنظور؟ ذكرنا قبل قليل حديث هيلاري كلينتون التي قالت أن المسألة تحتاج إلى عقود من الحوار وإلى إجماع 46 دولة من الموردين، يعني تضع المسألة في خانة المستحيلات كما هو واضح. نعم، لا شك في ذلك. يعني الولايات المتحدة الأمريكية في مشروع مساعدة باكستان في توليد الطاقة الكهربائية تركز على إصلاح السدود الموجودة حاليا في باكستان وتقديم مساعدات فنية لباكستان لتوليد الطاقة من الفحم، يعني الطاقة الحرارية والطاقة الهيدرومائية. ولا يوجد في قاموس الولايات المتحدة الأمريكية تقديم أي مساعدات نووية لباكستان لتوليد الطاقة الكهربائية، كما أن توليد الطاقة الكهربائية في النووية يحتاج إلى مدة طويلة لإقامة